بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في شرح درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف الخامس الفصل الثاني. درسنا لليوم بعنوان ضرب عدد عشري في كسر عشري. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى إنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. نشاط واحد. ضمن حملة شتاء دافئ للجميع، وضعت إسراء نصف ما معها من النقود في صندوق لجمع التبرعات لتزويد الأسر المحتاجة بالملابس الشتوية والمدافئ. فإذا كان معها 6.9 دينار، فكم دينارا وضعت إسراء في الصندوق؟ طبعا هي وضعت نص اللي معها، يعني نص 6.9 دينار اللي هو عبارة عن نص ضرب 6.9. فلاحظوا انه هذا عندي عدد عشري وهذا اللي موجود عندي عدد عشري. طيب بقدر اكتب هذول العددين العشريين على صيغة كسور. طبعا 5 بتساوي 5/10، والستة وتسعة من عشرة عبارة عن 6.9. فطبعا لما بدنا نضرب كسر عادي في كسر في عدد كسري زي ما تعلمنا في الوحدة السابقة، لازم نحول العدد الكسري إلى كسر عادي. فبالتالي 10 في 6 = 60 + 9 = 69/10. فهذا العدد الكسري حولناه لكسر عادي اللي هو بيساوي 69/10، والخمسة على عشرة بتضلها زي ما هي. الآن أنا عشان أضرب هذا الكسر في هذا الكسر، لاحظوا حولناه إلى كسرين عاديين. فبالتالي الآن بقدر أضرب 5 ضرب 69 و10 ضرب 10، فبيطلع عندي الجواب 345/100. وهذا الإشي إيش بيساوي؟ 345/100 بيساوي 3.45. لأنه 345/100 بيساوي 3.45، لأنه 100 هذه في القسمة معناها أني أنا راح أحرك الفاصلة العشرية 2 إلى اليسار، لأنه هذه عملية قسمة، فراح تصير الفاصلة العشرية عندي هنا. أي أن 5 ضرب 6.9 بيساوي 3.45، يعني هذا هو المبلغ اللي راح تتبرع فيه إسراء. طيب ما العلاقة بين عدد المنازل العشرية في الناتج وفي العدد العشري والكسر العشري المضروبين؟ طبعا متساويان، متساويان. يعني عدد المنازل العشرية في العدد اللي نتج عندي قديش؟ عبارة عن 2 عشريات اللي هي 5 و4. بينما لاحظوا عندي في العدد الأول عندي خانة عشرية واحدة، في العدد الثاني عندي خانة عشرية واحدة. يعني زي ما حكينا قبل هيك في الدرس السابق إنه عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة بيساوي عدد الخانات العشرية في الناتج. هنا عندي خانة وخانة، طلع عندي الناتج في 2 عشريتين. إذن أتعلم لضرب عدد كسري في كسر عشري، فإننا نضرب كما في الأعداد الصحيحة، يعني بنضرب العددين زي كأنهم عددين صحيحيين اللي هم يعني زي كأنه 69 ضرب 5، بيطلع عندي الناتج 345. بحيث ونضع الفاصلة العشرية في الناتج بحيث يكون عدد المنازل العشرية
مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين. بشوف العددين اللي أنا ضربتهم في بعض أكم خانة عشرية فيهم، هنا عندي خانة عشرية وهنا خانة عشرية، إذا رح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريات، فهيك أنا بقدر أضرب عدد عشري في كسر عشري. طيب نيجي الآن لنشاط 2، أجد ناتج 7 ضرب 2.8 من عشرة. بلاحظ أنه هنا عندي عدد عشري في كسر عشري، طيب معناها رح نضرب 28 ضرب 7، 7 في 8 بيطلع عندي 56، 7 في 2 14، زائد 5 بيطلع عندي 19، يعني الجواب بيطلع عندي 196. الآن وين بدنا نحط الفاصلة؟ حسب عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة. هنا عندي خانة وهنا عندي خانة، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين، يعني الجواب راح يطلع 1.96 من 100. فزي ما حكينا بنضرب 28 في 7 بيطلع الجواب 196، وبنحط الفاصلة حسب عدد الخانات للأعداد المضروبة اللي هي خانتين، فبالتالي بيطلع الجواب 1.96 من 100. طيب نيجي الآن لنشاط 3، بيقول لي حل حاتم 4 ضرب 3.8 بطريقتين. الطريقة الأولى قال لي حاتم إنه 4 ضرب 3.8 بتساوي إيش؟ بتساوي 4 ضرب 8 زائد 3، لأنه 3.8 بتساوي 8 زائد 3، فراح إيش سوى حاتم؟ وزع عملية الضرب على الجمع، يعني ضرب 4 اللي برا في 8 وضربها في 3 وجمع الناتج، يعني 4 ضرب 8 زائد 4 ضرب 3. 4 في 8 بيطلع عندي الجواب 32 من 100، لأنه 4 في 8 بيطلع 32، وعندي خانة عشرية وخانة عشرية فراح تكون الفاصلة بعد خانتين عشريات، و 4 في 3 بيطلع عندي قديش؟ 4 في 3 بيطلع عندي 12، وراح نحط الفاصلة بعد خانة عشرية واحدة، لأنه هنا عندي ما فيش ولا خانة عشرية وهنا فقط خانة، فراح يكون الجواب 1.2. راح نجمع العددين اللي جبناهم فراح يطلع عندي الجواب 1.52 من 100، هذا راح يكون ناتج عملية الضرب. الطريقة الثانية هي انه يستعمل الطريقة اللي تعلمناها اليوم، انه يضرب مباشرة، فبالتالي 3.8 بشيل الفاصلة وال 4 بشيل الفاصلة وبضرب الرقمين في بعض، يعني 38 ضرب 4، 4 في 8 بيطلع عندي 32، 2 وفي اليد 3، 4 في 3 12 زائد 3 بيطلع عندي 15، يعني بيطلع عندي الجواب 152. طب عشان نعرف وين نحط الفاصلة بدنا نعد عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة، اللي هي عندي خانة وهي عندي خانة، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين عشريتين، فراح يطلع الجواب 1.52 من 100. فراح نلاقي انه الحل هذا طلع نفس الحل اللي موجود عندي، فأنا بقدر أحل في أي طريقة من الطريقتين. طبعا هذه الطريقة هي طريقة توزيع الضرب على الجمع، يعني لما يكون في عندي عدد برا القوس مضروب فيه ويكون العددين عندي مجموعين، فبنضرب العدد الأول في اللي هو الحد الأول أو الرقم الأول، وبنضربه في الرقم الثاني وبنجمع الناتج. طيب نيجي الآن لنشاط 4، أجد ناتج ما يلي 6 ضرب 3.1. طبعا رح نضرب 31 ضرب 6، 1 في 6 6، 6 في 3 18، فرح يطلع عندي الجواب 186. طب وين حنحط الفاصلة؟ بدي أعد عدد الخانات، هنا عندي خانة واحدة عشرية وهنا خانة، يعني رح نحط الفاصلة بعد خانتين عشرية، يعني رح يطلع الجواب 1.86 من 100. نيجي لباء 3.4 ضرب 26 من 100، يعني رح نضرب 304 ضرب 26 ونشوف قديش الناتج رح يطلع. بعدها هنحط الفاصلة العشرية بعد 4 خانات، لأنه عندي خانتين هنا وخانتين هنا.
طيب 6 في 4 بطلع عندي 24، 6 في 0 في 0 0 زائد 2 بطلع عندي 2، 6 في 3 بيطلع عندي 18. ننزل خانة نحط 0 عشان بدنا نضرب في العدد الثاني، 2 في 4 8، 2 في 0 0، 2 في 3 بيطلع عندي 6. هنجمع الاعداد مع بعض، 4 زائد 0 4، 2 زائد 8 10 و0 وباليد 1، 1 زائد 8 9، 1 زائد 6 بيطلع عندي 7. اذا زي ما حكينا هذا هو الناتج. راح نحط الفاصله بعد كم خانه عشريه. انا عندي هان خانتين وخانتين، يعني لازم يكون الناتج بعد 4 خانات عشريه، يعني راح نحطها بعد الاربع ارقام هذول كلهم. يعني راح يطلع الناتج الفاصله بالاول، بعديها 7 9 0 4، وهنا عندي الصفر، فبالتالي راح يطلع عندي الجواب 7904 من 10000. فهيك انا قدرت اعرف وين بدي احط الفاصله لما عرفت قديش كم خانه عشريه موجوده عندي. طيب نيجي الان لحل التمارين والمسائل. اضع الفاصله العشريه في مكانها المناسب ليصبح الناتج صحيحا. زي ما حكينا بدنا نشوف عدد الخانات العشرية في الأعداد المضروبة، وحنحط الفاصلة نفس عدد الخانات في العدد الناتج. هنا عندي خانة وهنا عندي خانة، يعني راح نحط الفاصلة بعد خانتين، يعني بعد 84، فحيطلع الجواب 1.84 من 100. ب هنا عندي خانة عشرية وهنا عندي خانتين، يعني راح تكون الفاصلة بعد 3 خانات عشرية. جيم هنا عندي 3 خانات عشرية وهنا عندي خانتين، فبالتالي الفاصلة راح تكون بعد 5 خانات عشرية، يعني راح تكون بعد الواحد زي ما احنا شايفين. هنا عندي 3 خانات وهنا عندي خانتين، يعني راح تكون بعد 5 خانات عشرية. طيب لاحظوا عندي هنا فيش عندي غير 4 أرقام، يعني ما فيش عندي رقم خامس، فلما ما يكونش في عندي رقم خامس بنحط 0 وبعديها بنحط الفاصلة العشرية، عشان يصيروا هدول الأرقام عددهم 5 نفس عدد الخانات اللي موجودة عندي في الأعداد المضروبة. نيجي الآن لسؤال 2، أجد الناتج وأتحقق باستخدام الآلة الحاسبة. 7 من 10 ضرب 3.2 من 10، زي ما حكينا بنضرب الأعداد ضرب عادي بدون فواصل. 2 ضرب 7 14، 7 في 3 21، زائد 1 22. طيب وين حنحط الفاصلة؟ حنشوف أكم خانة عشرية عندي، هاي خانة وهاي خانة، إذا راح نحط الفاصلة بعد خانتين، فالجواب راح يكون 2.24 من 100. نيجي لباء، 7 76 ضرب 35، نفس الإشي راح نضرب العدد الأول في العدد اللي فوق، 5 في 6 30، 3 وفي طبعا 0 في اليد 3، 5 في 7 35، زائد 3 38، زائد بنحط 0، 3 في 6 18، 8 وفي اليد 1، 3 في 7 21، زائد 1 22. فراح نجمع راح يطلع عندي الجواب 0، 8 و8 16، 1 و3 4 و2 6، والاثنين راح تنزل عندي زي ما هي، راح يطلع عندي الجواب 2660. طيب وين راح نحط الفاصله؟ نيجي نعد الخانات العشريه، هي عندي خانه وهي عندي خانتين، يعني راح نحط الفاصله بعد 3 خانات عشريه، فالجواب راح يطلع 2.66 من 100 او 2.660 من 1000، فهذا هو الجواب اللي راح يطلع عندي. نيجي الان لسؤال جيم بنفس الطريقه، عندي 23 مضروبة في 475، فلو ضربناهم في نفس الطريقة اللي احنا ضربنا فيها الأعداد رح يطلع عندي الجواب 1925، 10925. يعني لو ضربنا 23 في 475 رح يطلع هذا الجواب. طيب أنا بدي أشوف وين بدي أحط الفاصلة. طبعا هنا عندي 3 خانات عشرية وهنا خانتين، يعني راح نحط الفاصلة بعد 5 خانات عشرية، فراح نحطها بعد الرقم هذا كله. طيب نيجي الآن لدال، عندي هذا الرقم 9132 ضرب 6
زي ما احنا شايفين. طبعا انا بشيل الفواصل لما بضرب في الاول، بعديها بأضيف الفواصل. فلما نضرب هذا الرقم كله في 6 بيطلع عند الجواب 54,792. طبعا المفروض انكم انتم بتعرفوا تضربوا هدول الرقمين. الان نيجي للفواصل. عندي هنا 3 خانات عشرية وهنا خانتين، يعني راح نحط الفاصلة العشرية بعد 5 خانات، يعني بعد الرقم هذا كله، لانه هنا عندي رقمين 3, 4, 5، فراح نحط الفاصلة العشرية بعد الخانة الخامسة. نيجي الآن لسؤال 3. عند رهام 1.25 كيلوغرام من الدقيق، يعني 1 ربع، وتحتاج فقط إلى 4 هذه الكمية من الدقيق، يعني هي بتحتاج 4/10 من هذه الكمية لعمل كعكة. ما كتلة الدقيق الذي استخدمته لعمل الكعكة؟ طبعا كتلة الدقيق ايش هتساوي؟ هتساوي 4/10 مضروبة في 1.25 اللي هي عبارة عن الكمية الكلية للدقيق. طيب 4/10 ضرب 1.25 كيف بدنا نحلها؟ بنضرب 125 ضرب 4 بدون فواصل، طبعا بناخد الاعداد بدون فواصل، فايش راح يطلع عند الجواب؟ 4 × 5 = 20، 4 × 2 = 8 + 2 = 10، 4 × 1 = 4 + 1 = 5، راح يطلع عندي الجواب عبارة عن 500. يعني كمية الدقيق عبارة عن 500، بس أنا الآن ما حطيتش لسه على الفواصل العشرية. هنا عندي خانة عشرية وهنا عندي خانتين عشريات، يعني هنحط الفاصلة بعد 3 خانات عشرية، هي خانة خانتين 3 وبحط الفاصلة العشرية، فبالتالي كتلة الدقيق عبارة عن 500 من 1000 كيلو جرام، يعني عبارة عن 0.5 كيلو جرام. فهذه هي كمية الدقيق اللي بتحتاجها لعمل الكعكة. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكم كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد.